السلام عليكم ومرحبا بكم. نستحق انتباهكم الشديد في هذا الفيديو بحيث راح نشوفوا حاجة اوريونتال اي او ميم طون مودرن، حاجة تاع زمان في 2024 كيفاش قدرنا نصنعوها لكم ونعرضوها لكم. جبنا لكم خاوتنا بما يسمى البيبليوتيك، ولكن في 2010 سبحان الله 2024 راح نشوفوها بطريقة عصرية وجديدة كيف خاوتنا. بالنسبة للبايو يعني الطابع تاع زمان بارز، كي نشوفوا خاوتنا لا فورم تاع الميروار والمارب هذا والحجم تاع الخشب المستعمل الله يبارك، نهضروا على لو بوا اتر لو بوا دور. خاوتي نبداو باهم حاجه والقطعه الجديده لنا اللي هي لا بيبليوتيك هذه اللي راكم تشوفوا فيها، اللي جاتنا باربع ابواب، زوج منزلقه وزوج منفتحه. نعم ايه، تقول لي كيف اخويا عبد الرزاق؟ نقول لك هاك تمتع وتمنظر لي بالخدمه الباهيه والشابه. خاوتنا راح يكون ملتي حاضر معنا فلو خاوتنا ولو با هنا كيما راكم تشوفوا لو بوا اتر بارز. خاوتنا اخويا محمد الله يحفظك، وري لهم هذاك الديتاي تاع هاد الدبابس، خلينا نقولوا صدقوني غير التسميات يروحوا لي. شوفوا لي ربي يبارك هذاك لو موتيف، الخدمه خاوتنا فريمون سوليد والحاجه الشابه راح تكون بالمفتاح. ماما انا خاوتنا راح تكون بزاف سيكوريزي كيما راكم تشوفوا. نقرب لكم تشوفوا الصوره عليكم خاوتنا، راح تكون بالمفتاح. يعني هنا راح تكون كيما نقولوا قفل ولا الزكرون، كل واحد واش يقولوا له، شو ربي يبارك. بالنسبه للتقسيم الداخلي زيدوا تمنظروا وشوفوا خاوتي معايا. دونك خاوتنا هذه بالنسبه للارجونتري تاعنا في الجزء العلوي، هايدا خاوتنا ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي تفصيلها هاد لي تيروار اللي راكم تشوفوا فيهم. كما راكم تشوفوا خاوتي لي تيروار خاوتي، الخدمه اللي داخل راح تكون بزاف نتينا كما راكم تشوفوا، حاجه ربي يبارك. ما عندي مانجو وماشي غير هذا، راح يكونوا كاينين من تحت ايضا دو بورت اوفروند كما دو بورت كوليسونت كما راكم تشوفوا بمساحه تخزين كبيره، ودو بورت اوفروند كما راكم تشوفوا نفس الشيء راح يكونوا سيكوريزي بالقفل ولا الزكروم، وراح يكونوا ايضا بالمفتاح. وني داكور وني داكور خاوتنا، المقاسات تاع هاد البيبليوتيك خلينا نقولوا واضحه في الصوره كما راكم تشاهدوا فيها الان. ننتقلوا نزيدوا نشوفوا لو بايو الله يبارك خاوتنا اللي جانا بمرايه طويله وعريضه ما شاء الله، اونكادري كامل بلو بوات بلا ما ننساو هاد لو موتيف اللي راح يكون موزع ان بو بارتو في لا شومبر تاع عفوا في الكيت تاعنا. سينو خاوتنا انا راح يكون مرايه بالبيزو حاجه ما شاء الله قاعده بالمار ربي يبارك. وايضا خاوتنا لي تيروار راح يكونوا طروا تيروار كما شفناهم في لا جونتري ولا لا بيبليوتيك تاعنا كما راكم تشوفوا كيف راح يكونوا بدو بورت كولي سونت بلس اون بورت اوفرونت. خاوتنا بالنسبه لاكينكيري تقدروا تبدلوها كما تحبوا، كي نقولوا لاكينكيري نهضروا على لي بوطون، نهضروا على هاد لو بواني، نهضروا ميم على المفتاح، تبدلوها كما تحبوا. دونك خاوتي هاد لو كيت مخدوم اون بوات حاجه فريمون دور. نبشر خاوتي اذا جاتكم هذه كبيره نقول لكم باللي راهي متوفره عندنا في التروا بورت حاجه ما شاء الله. وجاب لي رب هذه وش يقولها محيا بيبليوتيك ما نشغل تاع زمان الله يبارك كما راكم تشوفوا فيها تحفه واتقان بايدي فنان بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي يحب يزيد ارجونتري دو كوان تاع هذا الكيت نقول لكم تبعوا لا فيديو نشوفوها. اي فوالا ربي يبارك خاوتنا، الناس اللي عندهم شويه ثق نقول لهم ما يتقلقوش كما راكم تشوفوا لا بيبليوتيك ولا ارجونتري سموها كما تحبوا خاوتنا اللي راهي عندنا في التروا بورت ما شاء الله كما راكم تشوفوا. فوالا حاجه بزاف شابه، خدمه متقونه ونفس المواصفات تاع الكات بورت خاوتنا. ونخليكم الان في لي ديمونسيون كما راهم يبانوا لكم في الصوره. فوالا الارتفاع تاعها والعرض تاعها يعني حاجه ما شاء الله، ونفس الشيء بالنسبه لو بايو خاوتنا. دونك بارك الله فيكم على المتابعه هذه لا فيديو سبيسيال اللي حبيت ندير لكم اليوم، نتمنى كانت تعجبكم. نقلوا التركيب الى جميع الولايات، كثير من التفاصيل والسعر تسيبهم في الوصف. مرحبا بكم خوتنا توجو في اثاثقه.